تعتبر كنيسة القديس شربل للموارنة من أجمل الكنائس في المملكة، نظراً لموقعها الخلاب وسط غابات الصنوبر والأشجار الحرجية. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. بين تلك الجبال والغابات الحرجية تقع كنيسة للموارنة على أرض في منطقة مرج الحمام بعمان، تحمل اسم القديس شربل الذي عاش في بلادنا العربية وذاع صيته في أرجاء المعمورة. نتوقف نحن وإياكم اليوم لنسرد لكم محطات تاريخية في نشأة هذه الكنيسة التي تقشعر لها الأبدان حينما تدخلها. كنيسة القديس شربل تعتبر أول كنيسة مارونية في الأردن، ففي عام 1998 منح جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال أرضاً للبطريركية المارونية ليشيد عليها الكنيسة. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. وفي نفس العام بارك غبطة البطريرك الكاردينال مار نصر الله صفير أعمال البناء ووضع الأساسات اللازمة. وفي 9 من تشرين الأول عام 2003 دشن غبطته القسم الأول من المركز الماروني برعاية كريمة من جلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني. وفي عام 2005 وضع غبطة البطريرك صفير حجر الأساس ليتم العمل على بناء الكنيسة التي أشرف عليها بكل محبة الخورسقف آنذاك جورج شيحان. يبلغ ارتفاع الكنيسة ما يقارب 15 متراً وعرضها ما يقارب 20 متراً. يميز الكنيسة من الداخل الحنية التي رسم عليها أيقونة القديس شربل يعلوها رب المجد يسوع. وعلى جانب الكنيسة يوجد مزار صغير فيها أيقونة وذخائر للقديس ليتبارك منها كل قاص ودار. في جوار الكنيسة مرافق متعددة بنيت حديثا، حدثنا عنها كاهن الرعية الأب سامر زكنون وأشار أيضا إلى الفعاليات والأنشطة. بالرعية نحن بالإضافة لمبنى الكنيسي اللي هو المبنى الحالي الموجود، في عنا المرافق الأساسية اللي هي بيت الكاهن، البيت الكاهن المؤلف من طابقين، الطابق الأول اللي هو مكاتب مكتب الرعية ومكتب صالون الاجتماعات وصالون صغير، بالإضافة للصالون الكبير الصالون الرسمي اللي هو جديد استحدث، وأيضا الصالون الببليك العام اللي بحبوا أنه يقعدوا فيه العالم بشكل هيك بسيط. وعنا بالمرافق الموجودة هون بالكنيسة عنا الطابق التحتاني اللي تحول للفويه اللي كان بسنة قبل 3 سنين استقبلنا فيهم إخوتنا العراقية وعودنا جددنا هالمكان هذا وصلنا نستقبل فيه الحجاج اللي بيجوا من كل الأماكن. أكيد للفويه في المطبخ، في قاعة الأكل، في اللوبي للاجتماعات للقاءات، وعنا المكان القاعة الكبيرة يلي كانت هي بالبداية قبل ما تدشن الكنيسة كانت هي الكنيسة، كنا هناك نقدس ونقيم الاحتفالات فيها. بالإضافة كمان بالمبنى ذاته في عنا اقتطعنا جزء منه وأسسنا حضانة القديسة أكوالينا. بالإضافة عنا بستان مار شربل أو الحديقة الدير يلي بتستقبل كل الناس اللي بحبوا يجوا يقعدوا ياخذوا متنفس مع عائلاتهم، يشووا يتسلوا يقضوا نهارهم. أيضا عنا كمان المكتبة يلي المكتبة هي أنا بسميها كمان بما أن الرعية نحن هون رعية مار شربل هي مركزية بالعمان، لأن بتحضن جهتين كتير صعب أنه بين قوسين يتلاقوا ولكن بيلتقوا بمار شربل.
اللي هن اللي جايين من فلسطين على الأردن ما قادرين يروحوا على لبنان بيجوا لهون، واللي جايين من لبنان على الأردن اللي ما بيقدر يفوتوا على فلسطين أو على الأراضي المقدسة. الخشب اللي موجود هون اللي بتشوفوه الباب الكبير والضخم هو كله صنع في لبنان. المذبح معمول من صخر، صخر أردني منحوت بشكل طولي. في يمكن مشروع إن شاء الله لقدام إنه ينعمل شيء مميز للأردن وهو من فسيفساء، ينعمل العشاء السري من فسيفساء، وإن شاء الله بيكون هالشيء جاهز. أكيد بالرعية في عنا مجلس وقف اللي هو يعنى بكل شؤون الأمور الكنيسي، أملاك الكنيسي وكل ما يخص الكنيسي، والإضافة لأنه عنا جوقة كمان، جوقة رائعة جداً تخدم الأدديس وتخدم الاحتفالات وتخدم كل ما يتعلق بالأكاليل والعمدات. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. كان في متبرعين كتير، متبرعين من كل الطوائف، ومتبرعين إسلام ومن كل الجنسيات. وكان أبونا جورج شيحان لما كان أبونا هلأ صار سيدنا كان يقول لي يا بنتي الله بيدبر. تيجي التبرعات من حيث لا تعرف، ناس كانت تتبرع بالمصاري وناس كانت تتبرع بالعمل اللي يقدم كل هذا الحكي، وما تعرف كيف كانت تيجي المصاري. افتتاح الكنيسة كان ب 8 أيار 2010، كان سيدنا صفير وسيدنا بولس السياح اللي كان هو مطران حيفا والأراضي المقدسة، وأبونا جورج شيحان هم اللي افتتحوا الكنيسة. الكنيسة هون حلاوتها أنه عم تجمع من كل الطوائف، ما في بس موارنة موارنة لحال، في ناس كتير بيحبوا الموارنة، أصدقاء للموارنة بيجوا وإجوا كلهم. كان في باصات معبية كتير كتير، يمكن كان في فوق 1500 شخص كله برا بالساحة، وإجت الكشافة غنوا ورقصوا على افتتاح الكنيسة، وكان قداس كتير رائع. لما إجا مونسنيور جهاد نصيف كان عم يعمل هون بيت مارشربل للرياضات الروحية، فكان تمثال مارشربل محطوط قدام البيت بطريقة إنه رح يخرب رح يروح منظره، فنقلوا قدام شجرة الزيتون. شجرة الزيتون صارت تورق وصارت تعطي زيتون. المعروف إنه الزيتون سنة إيه سنة لا بيعطي، إلا شجرة مارشربل كل سنة بتعطي زيتون. يا مارشربل، يا إناء طيبا للقداسة، فاح عطرك في كل المسكون، تضرع لأجلنا. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق.